بين كل فترة وفترة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل تدريبات عسكرية، هين يخلونا من البيوت يطلعونا بالليل بنهار. امبارح أول امبارح أجانا على الفطور والله ما خلانا نفطر بالبيوت. أجا على جاري هين قال له اطلع يلا شو تساوي بعدك، وظل نازل علي بيش ضايل خمس دقايق للفطور، واللي يقول شو تعملهم يلا اطلعهم. جاء شالت المرة معاها طنجرة صغيرة بيها شوية شربة بس، والله أول يوم أخلاق هذا الولد شايفه. قالوا أجا الجيش أجا الجيش، أجا بده يشرد وقع فشخ خين وفشخ سقف حلقه من جوا. هسا لما أنت يطلعك وشوفك بعينه إنك طالع ما يصدق غير تيفوت يفتش البيوت يطلب البيوت جوا. اسمي هايل حسين محمود تركمان، مواليد 1980. كل طفولتي عشتها هنا ببزيق، يعني انفتحت عيني وانا بالمنطقة هاي. اتجوزت هنا والحمد لله خلفت هنا وقرم اولادي هنا وكل حياتي عشتها هنا، وما ادشر يعني المنطقة هاي لان هاي بلدي، هاي منطقتي، هاي بيتي، هاي داري، هاي مسكني، هاي حياتي هنا. بش شجرة بش خروبة ما قعدت تحتيها وما اعرفها، بش ذروة بش حجر ما دست عليه، وما اتريح وين ما اروح ما اتريح الا بهاي المنطقة والله. هاي عيشتي شايف وراضي بيها والحمد لله.